المؤسف يا جماعة أنني لا أرى تعليقاتكم، والله مشكلة في اليوتيوب. أنت الآن حملتني ثقيلا، لأنه الحديث ذو شجون يا أخي عن المغرب وعن الحياة في المغرب. يكفي أن تعرف أنه أنتوا تعرفوا بلادكم، يعني هي أصلا من يأتيها مرة لابد أن يأتيها مرات، هذا إذا لم يفكر بالبقاء فيها إلى الأبد، وهذا هو القرار الذي اتخذته أنا. والله مسألة وقت وترتيبات عائلية، وسنكون في هذا البلد نعيش معكم دائما إن شاء الله حتى نموت فيها، كما قال أحد كبار السن في مقابر السعديين، قال أنت ستدفن هنا في مراكش. قلنا هذا فالخير إن شاء الله. لا أنا أشعر أنني من هذا البلد، وترابها ترابي وجوها جوي. الله يحفظ المملكة المغربية وأهل المغرب الكرام إن شاء الله، وألا يريكم مكروه لا في بلادكم ولا في ملككم ولا في لحمتكم ولا في وحدتكم الترابية إن شاء الله. أنا أفضل الحديث أولا لأنه المغرب أنا اهتميت بهذا الملف منذ سنتين تقريبا، وقرأت فيه وبذلت جهد فيه ولقيتني مهتم فيه، يعني حتى ما عاد استطعت أخرج منه أصلا من حيث الأساس. استطيع تقول أنه متخصص في الشأن المغاربي، لنا إن شاء الله أنشطة أخرى حول بقايا القضايا الإسلامية والعربية، لكن المغرب له خصوصية أولا في النفس وفي القلب وفي العقل، ثانيا أنه القاعدة الشعبية والجمهور مغربي من حيث الأساس، لذلك أنا أخاطبهم بما يهمهم هم أصلا. أي طبعا أنا كاليمن، اليمن الحبيب ممزقة حاليا ومحتلة، هي محتلة والوحدة الترابية مبعثرة في اليمن، لذلك لا نريد لأي بلد أن يناله ما نالنا إن شاء الله. وأنا أتمنى أن الإخوة اليمنيين وبقية البلدان التي تعاني من التشتير أن يكون لديهم نفس الروح المغربية، يعني شوفوا تكاتف المغاربة حول مسألة الصحراء، ممكن يختلفوا على أي شيء إلا هذه القضية، هي القضية الأم، القضية المركزية التي ممكن يختلف المغاربة على كل شيء إلا القضية الترابية والوحدة الترابية، هذه لا يختلف عليها مغربيان في منتهى التمسك، لذلك بقي المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها. هذه هي كما سماها أحد الشباب قمحة مقلية، يعني هي قمحة مقلية لو أسقيتها بماء الأرض لن تنبت، مثل هذه البوليساريو، هذه أشجار خبيثة اجتثت من فوق الأرض، يعني هذه الحركات الانفصالية كانت مدعومة من زمان وهي الآن شبه منتهية، اللهم أنه نوع من أنواع المكابرة، صار لهم تقريبا أكثر من 70 سنة صفر صفر على الشمال، يتحدثون أمم متحدة، هم في مخيمات الذل والعار هناك في تندوف، والمغاربة صحراويون في بلادهم منذ 48 سنة يعيشون، الذين يعني فرق شاسع بين من في المخيمات وبين من في مدينة العيون مثلا. الواقع يقول أن الصحراء مغربية والمغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، والأمم المتحدة يعني لم تحل قضية أصلا، لكن الواقع هو الذي يفرضه القوي، العلم المغربي يرفرف في كل أرجاء الصحراء، وهم لهم تندوف وما حولها من المخيمات. لن يتغير من الوضع شيء. الله يحفظك. هات 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 شوف هذه. ندعت أمها طبعا.